الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ علي. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب عبر هذا الأثير بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا يرفعنا وينفعنا الله به في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة من السعودية. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. فيها شوفوا المسجد يبنونه في الحي، يبنونه الماء في الحي، وفيه ناس يبغون يهدونهم كراكين مع بعض، هل طريقهم من هجر المسجد هم له ولا لا؟ يهدونهم ما في الحر مثل القيل يحطون عندهم كراكين مويه، هل لهم اجر من هجر يبنى المسجد؟ يضعونه يعني في الطريق يعني عند باب المسجد. لا يحطون عند العمال اللي يبنون المسجد. عمال ايش؟ عمال يبنون مسجد داخل الحي. يبنون. يبنون مسجد داخل الحي، في ناس طيب. يجون يتبرعون الماء بارد في الايام هذه الحار. طيب. هذا مجر مثل اجر اللي يبنون المسجد. طيب طيب. مفهوم السؤال؟ واضح واضح ان شاء الله. شكرا. أمة الله من السعودية تفضلي. تفضلي يا أمة الله. شكرا جزيلا للأخوات الكريمات. شيخنا نبدأ بسؤال الأخت أم عبد الرحمن، تقول لدينا في الحي مسجد يبنى والبعض يأتي بالماء البارد صدقة لهؤلاء العمالة الذين يقومون ببناء المسجد، هل يعتبر هذا كمن تصدق على من في المسجد أو تصدق في بيت الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال أفضل الصدقة سقي الماء، والتبرع بالماء للعاملين في المسجد وللناس في هذه الصيوف وهذه الحرور من الأعمال الصالحة التي فيها النفع المتعدي ويرجى لهم فيها الخير والأجر العظيم. الله. والله أعلم. نستأذنك واستقبال اتصال من الأخت أم ثامر تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ، يجوز الكلام في الخطبة حقة العيد الحريم يقوم من يسلمن على بعض ويتكلمن ويخطب الإمام، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب طيب. وثانية والسؤال الثاني، يجوز الهدية للمديرة حقة التحفيظ بتاب تجوز نقط لها فلوس ونعطيها، يجوز ولا ما يجوز؟ لأجل زواجها يعني. البت بتجوز بتها، يقول انه قط بتها، يقول انه لا يجوز عادي. طيب. بتها اللي بتاخذها الهديه. ايه طيب طيب. ايه طيب، تسمعي الاجابه ان شاء الله. حسين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اريد السؤال، هل يجوز تبديل الزيتون بالزيت؟ تبديل الزيتون بالزيت يعني بيع وشراء؟ لا، احنا عندنا المطاحن هنا عندما تاخذ لها الزيتون يكون اقل من المقدار باش يطحن، يقول لك لا ما نقدرش نطحن لك، نبدل لك الزيتون يعطيك الزيت في مكانه، هل يجوز تغيير الزيتون بالزيت فقط من عند صاحب المطحنه؟ طيب طيب، المعصره تعتبر يعني. المعصره. طيب طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. ام يوسف من السعوديه تفضلي. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. عندي سؤال، ابني مطلق زوجته عادل، بس اخوه مصر ان هو يرسل المصاريف الى زوجة اخوه،
الطريقة أخوه، بينما ابني قايم بكل واجب. أنا ماني عارف هذا يجوز ولا لا. لا، أنت قصدك أن ابنك له زوجة طلقها وابنك وابنك ها وبير يعطيها النفقة ولبناته وكل حاجة، بس أخوه الكبير مضطر أن يرسلها لحسابها الخاص كل شهر مصاريف، يجوز هذا الشيء ولا لا؟ طيب يعني ينفق عنها، ينفق عن أخيه يعني على هذه المرأة؟ ايوه على طريقة أخوه. اي بينهم أولاد يعني؟ نفق الأولاد يعني؟ لا، الأب قائم بواجباته تجاه أولاده، شهريا يعطي عنده بنتين، قائم بواجبهم تماما. طيب بكله. طيب هذا أخوه يعطي زيادة يعني قصدك؟ أي زيادة. طيب لأجل ماذا يعني؟ يقول كذا لله. صدق الله. طيب. أي نعم. طيب طيب تسمع يا جماعة. طيب. الله يبارك. أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله معنا. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يعطيك العافية. ويا. أنا يا شيخ وقت ما أصلي في الفرض أو في السنة في الركعة الأولى أقول يعني في السجود اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل جميع أعمالي وأفعالي خاصة لوجهك الكريم، اللهم من يبتغي بها مرضاة وجهك الكريم والدار الآخرة. الله، هل هذا صحيح إني أقولها؟ أنا أقولها في كل ركعة من الفرض ومن السنة في السجدة الأولى. السجدة الأولى. السجدة الأولى. أيوة. ليه تحطين في السجدة الأولى عشان ما تنسين يعني ولا كيف؟ لا يعني افتتح بها ركعتي كذا وادعي بها في صلاتي في طيب. هذه ولا يعني ما اعتبر بها انها سنه ولا انها طيب. فرض طيب. بس اني احبها اني ادعو بها طيب. والسؤال الثاني قلت اللهم لا تشغلني عن طاعتك، هل هذا صحيح ولا ما يجوز ولا؟ طيب طيب الله يجزاك خير وياك. عبد الرحمن معنا من السعوديه، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني واحد من العيال وامه بيسد جمعتنا. طيب. وهي ما عندها الفطره، تعمل الشعب فطره واحده، يكفي بان هي تقص من الفطره الواحده بالفطر من الراس كامل. ما فهمتك يا ابو عبد الرحمن. عاد سؤالك؟ الشعر حق الراس. كيف؟ شعر الرأس. شعر الرأس طيب؟ أيوة، معها فترة واحدة تعمل الشعر كلهم على فترة واحدة، هل تقص من الفترة الواحدة أم تنبت شعرها وتقص من الرأس كامل؟ قصدك المرأة عند التحلل؟ أيوة. طيب طيب الله يبارك فيك. يلا شكرا. أم مشعل من السعودية، تفضل أم مشعل. أم مشعل معنا؟ أي معك. هلا، السلام عليكم. كم السلام، تفضل بسؤالك. الشيخ يسمعك. الشيخ تفضلي. يا شيخ جزاك الله خير، عندي ملابس أنا بيعها السوق، عندي ملابس وجت حر ما حطت عندي ملابس، والملابس الحين يمكن لها نص سنة الحر ما لجتني والملابس ما انباعت، وش أسوي بها؟ بينكم تواصل؟ ما بيننا تواصل ولا أعرفها. طيب طيب تسمع يا جابر، ان شاء الله. شكرا جزيلا للاخوه والاخوات جميعا. شيخنا تعقيبا على سؤال الاخت ام عبد الرحمن، ونحن في بدايه يعني اشتداد الحر، يعني توجيه بموضوع سقي الماء وخصوصا الماء البارد. نعم، سقي الماء وتوزيعه على المحتاجين سواء من الادميين أو حتى من البهائم والحيوانات والطيور من العمل الصالح الذي يستدفع به غضب الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين أن امرأة بغية من بني إسرائيل سقت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، فشكر الله لها صنيعها وأدخلها الجنة. دل ذلك على أن سقي الماء لا سيما مع شدة الحاجة إليه للأوادم وللعاملين وللبهائم وللطيور أنه من العمل الذي ترجى مثوبته عند الله عز وجل المثوبة العظيمة.
وفق الله المسلمين لفعل الخيرات والله أعلم. اللهم أمين. أم ثامر تسأل شيخنا تقول في خطبة العيد كثيرا من المصليات يقمن بالسلام والكلام في أثناء الخطبة. الاستماع لخطبة العيد سنة مؤكدة والكلام فيها جائز للحاجة وهو مكروه لغير الحاجة لكنه لا يحرم، فأرجو أنه ليس عليهن في هذا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يستمعن إلى الخطبة كاملة تأسيا بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. سأذكركم استقبال بعض الاتصالات معنا. أم هدى من السعودية، تفضل أم هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بسأل عن التسبيح والذكر بأصابع اليد اليمنى واليسرى، لأن سمعت في البرنامج يقولون يذكرون الله في أصابع اليد اليمنى ويحسبون الذكر بأصابع اليد اليسرى. طيب طيب. ما يستخدمون اليدين كلها في الذكر والتسبيح. طيب. هل في يعني من حرك في ذلك؟ طيب، سمعي الإجابة إن شاء الله. لا فيك. أم عبد الله من السعودية، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإلا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. عندي 3000 حائل على الحول الحين لها سنة وزيادة شهر وأبي أزكيها. ما أدري كم مقدار الزكاة. كلمت البارح وعطوني ما عرفت كيف الجواب، ما عرفت ما أبيهم يقولون زكاتها كذا ولا كذا، أبي الشيخ يعلمني يقول زكاتها قد كذا كذا، أبي أطلع أطلع. أي لأن الشيخ أمس قال لك قسموها على 40. قال قسمها 40، انا ما اعرف قسمها 40، ما اعرف. الظاهر قسمناها البارح 75 ريال. 75؟ اي اذا كان 3000 فقط. ايوه 3000. طيب 3000 وهذه يعني الحسبه للجميع من يريد ان يزكي، كما يفتي علماؤنا انها 2.5% طريقه قسم على 40 يخرج. أيوة. 75 ريال. جزاك الله خير. ناتج كم؟ 75 ريال. 75 ريال على 3000. على 3000، اي نعم. جزاكم الله يبارك فيك. انا ابغى كذا. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. والمعذرة منكم الشيخ لانها سألت امس واجابها الشيخ، لكن هي تريد بالتحديد مقدار الزكاة. احنا تعاوننا يا فيصل. هذه من المعونة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، ينفع بكم شيخنا. من أسئلة أم ثامر بقي أنها تقول أن نريد أن نهدي لمديرة التحفيظ لابنتها لأنها ستتزوج، ونريد أن نهدي ابنتها هدية بمناسبة الزواج، فهل في ذلك بأس؟ لا يجوز إهداء المعلمات ولا مديرة الإدارة وإدارة المدرسة سواء لبنتها أو لها، لأن هذا يدخل في استعطاف واستماتة قلبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والغلول هو الذنب الكبير من كبائر الذنوب، فلا يجوز ذلك لأنه من دواعي الرشوة والله أعلم. شيخنا الأخ حسين من الجزائر يقول نذهب إلى المعصرة لأجل أن نأخذ أو يعصر لنا مقدارا من الزيتون، فيكون ربما المقدار قليل، فيقول يعني تشغيل ربما المكائن لذلك يكون صعب، لكن سنعطيكم بمقدار هذا ما بداخله من زيت، زيت موجود لديهم، هل لهم ذلك استبدال الزيتون بالزيت؟ هذا الفعل لا يجوز كما نص عليه العلماء ونص عليه الإمام مالك، ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله، فالزيتون بأصله وهو زيته، وأن هذا لا بد فيه من التماثل والتطابق لأنه من المال الربوي بهذه الصفة، فلا يجوز ذلك إلا إذا تحقق التماثل وتحقق التقابض بنفس اليد يدا بيد والله أعلم. الأخت أم يوسف تقول أن ابني طلق امرأة، وابني الآخر الابن الكبير يدفع لهذه المرأة إحسانا لها شيئا من يعني الصدقة والهدايا، هل له ذلك؟ نعم، يجوز أن يدفع الزوج المطلق أو أحد إخوانه إلى مطلقة أخيهم
المال والهدية والمواساة سواء كانت من الصدقة أو من الهدية، وأن هذا من فعل المعروف ومن فعل المروءة الذي يؤجر عليه، لا سيما وقد كان بينها وبين مطلقها وهو أخوه ما كان من العلاقة، وهذا من العمل الطيب ومن تطيب الخواطر وجبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أم عبد الله تسأل شيخنا تقول: أنا اعتدت دائما، ليس لأجل فضيلة معينة، لكن في كل صلاة نفل أو فريضة في الركعة الأولى عندما أسجد أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل جميع أعمالي خالصة لوجهك، ومثل هذه الأدعية، هل لها ذلك والتزامها في الركعة الأولى؟ ليس لها أن تلتزم هذا الدعاء في الركعة الأولى، ولكن تدعو به في أي وقت، في السجود، في الجلوس، في الركوع، ولا تخصه بأول الصلاة ولا بركعة من ركعاتها، ويكون هذا في صلاة النافلة دون صلاة الفرض، والله أعلم. سألت أيضا في أنها تدعو تقول: اللهم لا تشغلني عن طاعتك، هل هذا الدعاء جائز أو فيه بأس؟ نعم، هذا الدعاء لا بأس به، أن يسأل المؤمن ربه ألا يشغله عن طاعته بشيء، وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء بأن لا يشغل الله العبد عن طاعته دعاء عظيم، لأن فيه تفرغه لأداء الطاعة على وجه يحبه الله من عبده، والله أعلم. هنا أيضا شيخنا من أسئلة الأخوة في منصة إكس يقول: كيف لخ خالد يقول: كيف أحقق معنى الحب في الله والبغض في الله، بمعنى كيف أتعامل مع المسيئين من المسلمين؟ الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وقد ذكر الله المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يقتضي مودتهم ومحبتهم ونصحهم وعدم غشهم وحب الخير لهم، ويستطيع ذلك بالمجاهدة بأن لا يستتبع نفسه هواها، وإذا كان في نفسه من الضغين على إخوانه المسلمين أن يطهر وينقي قلبه منها مجاهدا بذلك، وله أجر المجاهدة وله أجر تحقيق هذه المودة والمحبة، والله أعلم. أيضا سؤال الأخ محمد يقول: ما هو معيار قبول التوبة؟ هل هناك معيار لقبول التوبة؟ الأولى أن يسأل ما هي شروط قبول التوبة. نعم، لأن الشروط تحقق القبول، والتوبة لها أربعة شروط: الأول أن تكون لله عز وجل مخلصة لا خوفا من الناس أو لا طلبا لمدحهم وثنائه، ثانيا إقلاع عن الذنب الذي تاب منه، ثالثا عزم على أن لا يرجع إليه مرة أخرى، رابعا ندم على وقوع هذا الذنب منه. هذه الشروط الأربعة هي علامة قبول التوبة. فإذا كان الذنب يتعلق بحق آدم من أكل ماله أو انتهاك عرضه أو ما يتعلق بمظالم العباد، فلا بد أن يتحلل منهم ويتسامح منهم، فهذه خمسة إذا كان الذنب في حق العباد، فإن اجتمعت فليطمئن وليبشر بأن الله يقبل منه هذه التوبة، والله أعلم. سأدعوكم استقبال بعض الاتصالات. معنا من السعودية أم زياد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول، تفضلي. بالنسبة للتمويل اللي يسمى التورق، احنا لما اخذ تمويل وارجع البنك، انا ما اديهم يعني فعلا ملكوا البضاعة او ما تملكوها، فقط احنا بس نوقع على الاوراق، يعني ان شاء الله انهم يعني على كلامهم انها اسلاميه وجائزه، فهل يحتاجنا شيء؟ هل لازم نتاكد ولا بس خلاص نوقع بعدين يدخل المبلغ حسابنا؟ سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبه للحج، في اذا كنت انا مفرده وطفت طواف القدوم وبعدها سعي للسعي، هل يكون علي سعي ثاني ولا هذا هو سعي الحج؟ خاصه اذا كده بنطوف طواف الافاضه ونحط معه الوداع، فيسقط عني الحج السعي مرة ثانية. قصدك سعي الحج قصدك؟
يسعي الحج. أنا مثلا أسعاه مع طواف القدم اللي هو السنة. مع طواف القدم. طيب طيب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أم بدر من السعودية. تفضلي أم بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا يا شيخ يوم اللي جيت أسجد يوم كبرت الصلاة تفتح الصلاة. طيب. ما قلت لك إني أقرأ، ما قلت إني قرأت الفاتحة ولا ما قرأتها. فأعيد التكبير الإحرام ثاني مرة وأقرأ الفاتحة. ما أدري هو خطأ ولا صح. أنت تكبرين بعدين تقرأين الاستفتاح وبعدين؟ بعدين ما قرأت إني قرأت الفاتحة ولا ما قرأتها، شكله كوني ما قرأتها. وتكبر ركوع. أكبر تكبيرة الإحرام ثاني مرة. أها. وأصلي وأقرأ الفاتحة وأكمل صلاتي. طيب. أنت عندك شكوك كثيرة ولا مرة؟ تمر علي كثير هذه الحالة، يعني ما أدري هني أقرأت الفاتحة فأعيد التكبير ثاني مرة. طيب. هاي تكبيرة الإحرام ثاني مرة وأقرأها ثاني مرة. وأقرأ الفاتحة وأجدد صلاتي. طيب طيب تسمعي يا جماعة إن شاء الله أبشري. ولا السؤال الثاني. تفضلي. يا ما أنا قلت الله لا يشغلني إلا بطاعته. ما أدري هو صح ولا ما هو صح. الله. الله لا يشغلني إلا بطاعته. طيب طيب. الله يبارك فيك، شكرا. معنا منى من السعودية. منى معنا؟ منى معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. سؤال واحد فقط. طبعا. أنا أخذ دروس يعني أتعلم متن الأزرومية. طيب عشان قراءة القرآن. طيب نظم الأرجوزة المئية. لو يوضح الشيخ جزاه الله خير، وهل يعني له أجر يعني أن الواحد يتعلم فيها ويعني توضيح بس. نظم ماذا؟ الأرجوزة المئية. طيب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، شكرا. حنان معنا من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك الوالدة، راح تحج إن شاء الله، وحجتها بتكون متمتعة بالعمرة، متمتعة بالحج. طيب. عمرة متمتعة بالحج. طيب. بس تبي تسأل الحين إذا طواف القدوم هو سعي وطواف ولا بس سعي؟ طيب طيب. قصدي طواف. طيب طيب. الله يبارك، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا الأخ أبو عبد الرحمن سأل عن المرأة إذا أرادت أن تتحلل في العمرة أو الحج، القص كيف يكون؟ نعم، الواجب على المرأة في حال إحرامها بحج أو عمرة أنها إذا طافت طواف العمرة ثم سعت سعي العمرة بعدها أن تقصر قدر أنملة، قدر الظفر، وذلك بأن تجمع شعرها بيدها ثم تقص من أطرافه قدر الأنملة. فإذا كان شعرها قد قصته على طبقات ودرجات تأخذ من كل طبقة قدر أنملة ليعم الشعر كله بهذا التقصير، والله أعلم. الأخت أم مشعل الشيخنا سألت عن أنها تبيع الملابس، فأتتها امرأة ووضعت لديها بعض الملابس لكي تبيع لها وتعطيها، أو بينهم اتفاق في موضوع الربح، لكنها اختفت عنها وليس بينها وبينها أي تواصل من 6 أشهر. تقول ماذا أفعل بهذه الملابس؟ هذه الملابس تبيعها على ما أوصت به هذه المرأة وتحتفظ بالقيمة عندها حتى تأتيها، فإن مضت عليها مدة طويلة ولم تأتي هذه المرأة تتصدق بهذه القيمة بالنية عنها، ولها أجر حفظ هذه الأمانة والصدقة بها. فإن جاءتها المرأة بعد مدة بعد صدقتها تخبرها بأنها تصدقت بالقيمة لما تأخرت عليها، فإن قبلت وإلا عوضتها من عندها، ولها بذلك الأجر على الحفظ والأجر أيضا على التصدق به، والله أعلم. هنا الأخت هدى تسأل عن التسبيح باليدين، هل هي باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ لأن سمعت أن التسبيح يكون باليد اليمنى والعد يكون باليسرى، هل هذا صحيح؟ الأفضل في التسبيح أن يعقده بيده اليمنى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها فيما ما كان من شأنه التكريم،
والتسبيح والتهليل والتحميد كلها من التكريم الذي يكون باليد اليمنى، وهذا هو الأفضل. ولو احتاج إلى أن يعد باليد اليسرى فلا بأس بذلك، والله أعلم. هنا الأخ فيصل يقول: هل من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة باستمرار؟ السنة أن لا يستمر على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن الحديث الذي ورد فيها فيه اختلاف على رواته، ولكن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، ولا يعتقد بسنيتها، لأنها والحالة هذه لم يثبت فيها الحديث الصحيح الثابت من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأها أحيانا وتركها أحيانا نرجو له أنه يدرك فيها الفضل والأجر، والله أعلم. هنا أيضا سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول: هل هذا فقط للسنن الرواتب أو أنه يشمل كذلك ما يفعله الإنسان من نوافل أخرى؟ هذا الفضل في صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة منصرف إلى النوافل النوافل الرواتب التي هي 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أما الصلوات الأخرى من النوافل فكلما ازدادها ازداد منها في مناسباتها كالضحى وركعات الوضوء و4 قبل العصر وصلاة الليل، كلما كان ذلك أعظم في أجره وأكثر في ثوابه عند ربه، وكان سببا في مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بقوله لكعب رضي الله عنه: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أخرجه مسلم، والله أعلم. سأدنكم استقبال اتصال من السعودية. أم عزام تفضلي. ألو تفضلي أنت على الهواء. أقول يا سمحت يا أبو، بسأل عن الميت وما وصى، يجوز الضحية ولا الصدقة؟ طيب على عياله بيضحوا لي، يجوز يضحون عنه؟ طيب ولا يتصدقون؟ واضح وهو ما وصى الضحية. أبشري. طيب والسؤال الثاني من فضلك. تفضلي. بي قولت السلام على الاستفتاح. طيب قبل الفاتحة بعدها أقول تعوذ من الشيطان بعد ما أقرأ الاستفتاح وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قبل أقرأ الاستفتاح؟ ماني فاهمة يا أبويا. واضح واضح. أبشر. هل الشيخ يفسر لي؟ أبشر أبشر. وأنا الضحية والولد اللي مستقل عند بيت الحالة وعندها أطفال، يجوزني يعني أشرك هذا معي بالضحية ولا يضحي الحالة؟ طيب طيب شكرا. الله يبارك. مع السلامة. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا بقيت من أسئلة المتصلين. هنا أم زياد سألت عن التمويل الذي هو التورق في كثير من البنوك، يقول أنهم يتعاملون بالتعامل الإسلامي ولديهم يعني في ذلك فتاوى، لكن تحقق الإنسان من ذلك يصعب عليه، فهو يوقع على أوراق على أنها معاملة إسلامية ويأخذ التمويل، هل لابد أن يتحقق بنفسه أو لا؟ نعم لابد أن يتحقق بنفسه أولا من ملكهم للسلعة المباعة، ثم إذا تحقق من امتلاكهم لها بالوجه الصحيح جاز أن يبيعونها عليه بالمرابحة أو بنظام التورق بنقلها بعد ذلك إليه وتقسيط قيمتها ولو زادت على أصلها، والله أعلم. تسأل عن المفرد إذا طاف طواف القدوم ومع طواف القدوم سعى، هل يكفيه هذا السعي ويجزئ عن سعي الحج؟ المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فإذا طاف المفرد طواف القدوم في أول قدومه مكة فإن هذا الطواف في حقه سنة مؤكدة، فإذا سعى بعد طواف القدوم أغناه سعيه عن سعي آخر للحج، فلا يبقى عليه بعد رجوعه من عرفة إلا طواف الإفاضة يطوفه
ولا حاجة إلى أن يعيد السعي مع طواف الإفاضة حيث طاف مع طواف حيث سعى مع طواف القدوم، والله أعلم. هنا الأخت أم بدر سألت عن الاستفتاح، تقول كثيرا ما يحصل لي عندما أقرأ الاستفتاح أشك هل قرأت بعد الفاتحة، ثم أعيد تكبيرة الإحرام وأقرأ الاستفتاح وأقرأ الفاتحة، هل فعلي هذا صحيح؟ فعلها هذا غير صحيح، وهذا من الوسواس الذي ابتليت به، والواجب عليها تركه وعدم الانجرار وراءه وعدم الاسترسال معه، اكتفاء بما كان من تكبيرها الأول ثم استفتاحها ثم صلاة ثم قراءتها الفاتحة، ولا تسترسل مع هذه الوساوس، والله أعلم. سألت سؤال ذكرته إحدى الأخوات في بداية الحلقة كذلك عن الدعاء، اللهم لا تشغلنا إلا بطاعتك. نعم، هذا الدعاء كما قلنا دعاء طيب وهو دعاء مشروع ولا بأس به، والله أعلم. أيضا هنا أحد الإخوة يقول، الأخ أحمد يقول أن أمه وقفت معها الدورة في رمضان ثم نزل معها دم متقطع وهي صائمة ولم تفطر، فهل صيامها هذا صحيح أم لا؟ نعم، نزول الدم المتقطع بعد توقف الدورة والإياس من المحيض ننظر فيه، فإن كان متصلا ليوم أو أكثر فيعتبر من دم الحيض إذا كانت له صفاته الأربع في لونه ورائحته وثقله وجريانه، أما إذا كانت قطرات أو مسحات فهذه وساخات لا علاقة لها بالدورة، وإنما تتوضأ لصلاتها وصيامها، والحالة هذه صيام صحيح، والله أعلم. هنا الأخت أم عزام سألت عن الميت إذا لم يوصي، فهل يضحى عنه أو يتصدق عنه، ما الأفضل؟ نعم، الميت إذا لم يوصي له بذبح أضحية فإن الأفضل والأكمل والأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضحى عنه استقلالا، وإنما يشركه الأحياء في ضحاياه، فيضحي الابن أو البنت أضحية عنها وعنه وعن أهل بيته، ويدخل فيها والديه ووالديهم فتكفيهم أضحية واحدة. وقلنا إن ذلك هو الأفضل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة أم المؤمنين وبناته الثلاث في حياته، وعمه حمزة وابن عمه جعفر، ولم يخصهم صلى الله عليه وسلم بأضاحي مفردة صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هنا أيضا من أسئلتها تقول متى أستعيذ وأبسمل في الصلاة، هل هو بعد الاستفتاح أو أنه بعد تكبيرة الإحرام ثم أستفتح ثم أقرأ الفاتحة؟ نعم، إذا كبر تكبيرة الإحرام يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي بالله الرحمن الرحيم، ثم يشرع بعد ذلك في قراءة الفاتحة، والله أعلم. أيضا سألت عن ابنها المستقل عنها ولديه بيت وزوجة وأولاد، هل لها أن تشركه وأولاده وزوجته في الأضحية أو أنه يضحي لوحده؟ إن أشركته في أضحيتها فلا بأس، والأولى والأكمل والسنة المؤكدة أن يضحي هذا الابن المستقل بأولاده وبيته ومطبخه بأضحية مستقلة خاصة به، فلو جاءه أحد من أضيافه من أطراف جماعته لذهب يذبح كرامة له، وفي يوم العيد أفضل ما يتقرب فيه إلى الله جل وعلا إهراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض، فالذبح لله واللحم والشحم والعظم له ولأولاده، فلا تفوتنه هذه الفرصة وهذه الطاعة، والله أعلم. نستأذنكم استقبال اتصال من السعودية. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا أخوي، أنا جاء مني رفعت راسي من القاع، يصلح إني أقول ربي يغفر لي ربي يغفر لي ولوالدي، ثم أقرأ التحية، صح غلط؟ والله غلط هذا. بين السجدتين ولا في التشهد؟ لا حيث أرفع خشمي من القاع أقول ربي يغفر لي ولوالدي مرتين ثم أقرأ التحية. يعني قصدك بعد ما ترفعين من السجود لين تجلسين تقولين هذا الدعاء، صح؟ قلت
ربي يغفر لي ولا ابوك ربي يغفر لي ولوالدي من عدي التحيات. ثم تقرأين التحيات ها؟ ايه. طيب انا صح والله. تسمع الإجابة ان شاء الله. شكرا لك العافية. الله يبارك فيك شكرا. أم سعيد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا أستنى الشيخة حينها هي اليوم العيد ولا بعد العيد هي أجرها واحد ولا مختلفة الأجراء فيها؟ طيب طيب. الله يجزاكم خير. الله يبارك فيك والديك. ما معنى؟ شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا الأخت حنان سألت عن أن والدتها ستحج متمتعة تسأل عن طواف القدوم هل هو طواف فقط أو معه كذلك سعي؟ الذي فهمته من سؤال أختنا أن أمها ستحج حجا مفردا والحج المفرد ليس فيه إلا طواف الإفاضة وسعي الحج وطواف القدوم في حق المفرد سنة مؤكدة وكذلك في حق القارن سنة مؤكدة فإذا طافت للقدوم وأرادت أن تسعى فهذا الأفضل ويغنيها ذلك السعي عن سعي الحج وإن لم تطف للقدوم وتركت طوافها بعد رجوعها من عرفة فلا بأس بذلك فيكون باق عليها طواف الحج وسعي الحج والله أعلم. هذا سؤال شيخنا أم زياد لكن الأخت حنان سألت عن والدتها أن كذلك هي ستكون متمتعة فتقول في طواف القدوم هل تكتفي بالطواف فقط أو تجمع معه السعي؟ المتمتع يجب عليه طوافان طواف العمرة وسعي العمرة بعده وطواف الحج بعد رجوعه من عرفة وسعي الحج فيكون على المتمتع طوافان وسعيان بقول عامة أهل العلم والله أعلم. الأخت منى تريد نصيحتكم شيخنا تقول أنا أتعلم متن الأجرمية لأجل أن أضبط قراءتي ولغتي ولأجل قراءة القرآن الكريم وتسأل عن نظم الأرجوز المئينية. أما الأجرمية لابن أجروم الصنهاجي رحمه الله فإنه متن كتب الله له القبول في معرفة قواعد اللغة الابتدائية اللغة العربية ابتدائيا وتعلمها وحفظها وتطبيقها جيد في تقويم لسانها وأما ما سألت عنه من الأرجوزة المئية الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم وهي من نظم العلامة علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي شارح العقيدة الطحاوية وهي في نحو 100 بيت في مجمل ما يتعلق بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمها وحفظها من العلم ومن العمل الصالح الفاضل الذي يعرف المسلم بمهمات هذه السيرة العطرة سيرة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نستأذنكم استقبال اتصال من السعودية. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. الأول إيش حكم إخراج كفارة أعضاء الصيام عبر المنصات الإلكترونية زي الثانية يعني. طيب. والسؤال الثاني إيش حكم إني أفك المتجر في موقع إلكتروني زي يانون أو أمازون بحيث إني أسفر السلعة وأشحنها لهم يخزنونها في مخازنهم وبعدين لما يطلب أحد الطلبية يعطوني النسبة منها يعني. طيب هذا بالترتيب معهم أو الترتيب مع المشتري فقط؟ لا بالترتيب مع الموقع. مع الموقع هم يعطون مجال يكون هناك وسيط؟ أيوة إنه أنا أشتري البضاعة حقتي اللي ببيعها وأشحنها لهم يخزنونها في مواقعهم ولما يدخل العميل على موقعهم ويشتري يعطوني نسبة منها. طيب طيب شكرا. تسمع الإجابة شكرا. أبو عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت إذا سلم علي الواحد في يوم الجمعة والخطيب يخطب يصير إن أرد عليه ولا ما أرد عليه؟ طيب طيب الله يبارك فيك شكرا لك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا.
هنا شيخنا الأخت أم عبد الله من السعودية تقول: أنا عندما أرفع رأسي من السجود لأجلس للتحيات في فترة يعني حتى تعتدل الجالسة تقول: رب اغفر لي ولوالدي، ثم تشرع في التحيات، هل فعلها هذا صحيح؟ هذا الفعل غير مشروع، وهو فعل في غير محله، فلا يجوز لها عند رفعها من السجود للتحيات التشهد الأول أو التشهد الثاني أن تدعو قبل ذلك بقولها: رب اغفر لي ولوالدي، وإنما محل هذا الذكر في الجلسة بين السجدتين. أما إذا فرغت من التشهد سواء الأول أو الثاني فيجوز أن تدعو بهذا الدعاء لا قبل التشهد، والله أعلم. هنا الأخت أم سعيد تسأل، وكثيرا ما يأتي هذا السؤال خصوصا عند اقتراب موسم الأضاحي، هل الذبح في اليوم الأول كأجر من ذبح في اليوم الثاني واليوم الثالث؟ أما ذبح الأضاحي فإن الله عز وجل حددها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وفي أيام التشريق، فمبدأ وقت ذبح الأضاحي ومثلها هدايا الحجاج من انقضاء صلاة العيد، ويستمر الذبح يوما وليلا ونهارا إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما أفضل أوقات الذبح فهو بعد الفراغ من صلاة العيد مباشرة تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، متى بدأ بهما؟ بعدما فرغ من صلاة العيد وخطبته ذبحهما في مصلاه عليه الصلاة والسلام، قال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ذبح في يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل أو من الغد جاز ذلك، لكن الأفضل أن يبادر وأن يكون أول ما يطعم من لحم أو شحم أو شوايا أضحيته، والله أعلم. الأخت عمر شيخنا سألت عن يعني إخراج كفارة الصيام أو الفطر في رمضان، تقول: عن طريق المنصات الإلكترونية مثل منصة إحسان أو غيرها. نعم، يجوز أن تخرج كفارة الصيام لمن لم يطقه لكبره أو لمرضه المزمن أو غيرها من الكفارات، كفارات الأيمان، للمنصات الرسمية المعتمدة الموثوقة لا لكل منصة، فلا بد أن تكون لمنصة معتمدة موثوقة تخرج هذه الكفارة فتطعم بها الفقراء، والله أعلم. تسأل عن بعض المتاجر الإلكترونية العالمية يتيحون للإنسان أن يشتري سلعة ثم يضعونها في مستودعاتهم، فإذا أتى على هذه السلعة طلب شراء يعطى نسبة من الربح. نعم، هذه الصورة جائزة لأن البائع امتلك السلعة واحتفظ بها في مستودعات الجهة البائعة الأولى، ثم باعها على جهة أخرى شحنوها له، وكان الجهة المحتفظة لها بهذه السلع نسبة من الربح، فهذا الفعل جائز لحصول التراضي وحصول التملك لهذه السلعة، والله أعلم. الأخ أبو عمر يسأل شيخنا عن رد السلام عندما يدخل أحد للمسجد وقت الخطبة، وأيضا شيخنا أسأل كذلك عن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة، إذا البعض مثلا عطس هل يشمت في وقت الاستماع؟ هذه ثلاثة أسئلة في واحد. أي نعم شيخنا. نعم. أما رد السلام لمن دخل والإمام يخطب الجمعة فلا يرد عليه، بل لا يصح لهذا أن يسلم، لأن الجميع مأمورون بالاستماع والإنصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، من قال لأخيه أصمت يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكذلك
تشميت العاطس، لا يشمت العاطس إذا عطس والإمام يخطب، بل يحمد الله في قلبه سرا. وأما ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو بالسأمين إذا دعا الإمام في أثناء الخطبة فكل ذلك مشروع ولا يؤثر في استماعه، والله أعلم. شيخنا، هنا من الأسئلة أيضا التي وصلت أم محمد، تقول كيفية صلاة العصر للمسافر بعد تأدية صلاة الجمعة، هل يصلي ركعتين في وقت العصر أو أنه لأنه لم يجمعها فيجعلها تامة أربع ركعات؟ المسافر إذا صلى صلاة الجمعة مع المقيمين صار تابعا لهم في حكمها، فلا يصلي بعدها صلاة العصر لأن العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، وإنما يصلي الجمعة إذا كان في سفره ما زال شادا فيه وما زال مسافرا يصليه ركعتين لا أربع ركعات، فإن صلى العصر مع المقيمين صار تابعا لهم يصليها معهم أربع ركعات، والله أعلم. نشكركم فضيلة الشيخ في ختم هذه الحلقة. وأنا كذلك أجدد الشكر لكم وللإخوة العاملين معكم في نفع إخواننا وبث هذا اللقاء إليهم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى نلتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. أستودعكم الله، دمتم بعفو من الله وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.